مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. اختارت مؤثرة منى الإمام وأسرتها تمضية عيد الأضحى في بيت جدها، بينما فضلت سيليا تمضية العيد مع أولادها. أمي الساجية ماماتي مقريت أمي الساجية ما شاء الله. شو توقع ماما؟ طيب ماما يا ناس مكاش كيما ماما يا ناس متخلصش. جدتي العزيزة يا ناس الحاجة صحيتكم كامل كيما راكم كامل ان شاء الله نكون سباس يلقانا كاع بخير نكون سباس يلقانا بخير ان شاء الله لازم السماح بين الناس كاع بين الموت والحياه وصحايدكم كاع كي كبير كي صغير كي الشيخ كي قولي لهم حاجه قولي لهم حاجه اللي يحبوني ها اللي يحبوني قولي لهم حاجه واللي يحبوا البنات هذو يحبوهم يحبوهم ربي واللي ما يحبوناش ما يحبوش الله يهديهم هذا مكان هذا مكان وانتم لعكم الله يسلمك انتم زاده يمزيني ومحلون فوزام كاع 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 ولادي ولاد ولادي كامل انا وياك يا زين غير نتمنى كاع الناس كاع كاع الخير كاع ومع هذا ثاني جد العزيزه شحال تعبت علينا ورباتنا والحمد لله كاع بناتي في خمس لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام